السلام عليكم. اليوم بإذن الله راح نشوفوا درس في اللغة العربية للسنوات الأولى متوسط. الدرس هو النعت الحقيقي. النعت هذا بمثابة الصفة. النعت معناتها صفة. كنا نشوفوا في السنوات الماضية نتكلموا على الصفة والموصوف. هذا العام الصفة تغير اسمها ولا تسمها النعت. النعت هذا يتبع المنعوت كما الصفة تتبع الموصوف. كي تتبع هنايا نستخرجوا اوجه المطابقه. وين يتبع النعت؟ وين يتبع المنعوت؟ والنعت الحقيقي هذا سميناه بالنعت الحقيقي لان هناك درس ثاني واسمه النعت السببي. النعت الحقيقي هو الصفه السابقه اللي كنا نقولوها الصفه. دوكا كيفاش نستخرجوا اوجه المطابقه في جمله؟ مثلا تبعوا معنا، مثلا نقولوا دخل التلميذ المجتهد الى القسم. الى القسم انا الحاجه الاولى نخرج نحوس على النعت. النعت هذه فعل ماضي، هذه فاعل، هذه الصفه تاع التلميذ، وهذه الصفه هذه نسموها النعت، هي النعت. والكلمه اللي قبلها هي منعوت. كيفاش يتبع المنعوت النعت؟ النعت كيفاش يتبع المنعوت؟ معناتها نصح نستخرجوا اوجه المطابقه فهي يتبعوا كامل. وين كاين تشابه؟ المطابقة هي التشابه. دوك عندنا نحن الكلمة الأولى هو الإعراب. نشوفوا الإعراب أين هو الإعراب بينهما؟ في الرفع، حالة الرفع، حالة النصب، وحالة الجر. مثلا في هذه الجملة الإعراب، حالة الإعراب هنايا علامة الإعراب هو الرفع لأنها مرفوعة بالضمة، كلتا الكلمتين مرفوعين بالضمة. المجتهد من نعت لكلمة التلميذ ترافقها تتبعها في الرفع، حالة الإعراب هنا الرفع. عندنا مثلا العدد، العدد نشوفه يا إما مفرد يا إما مثنى وإما جمع. هنا في هذه الكلمة في هذه الجملة التلميذ راهي مفرد، المجتهد مفرد، إذا متطابقة معها ولا تتشابه معها في العدد وهو المفرد. نزيد نشوفه الجنس، الجنس هو يا إما مذكر يا إما مؤنث. التلميذ هنا يا مذكر، إذا المجتهد تبع الكلمة اللي قبلها في التذكير في المذكر، راهم بين زوج مذكر. واخيرا التعريف والتنكير، التعريف والتنكير. هنايا الكلمه تاعنا معرفه بالالف واللام، اذا راح تتبعها في التعريف. نعاود اوجه المطابقه راح نشوفوا فيه يتشابهوا واش عندهم كيف تشابه بيناتهم. في عندنا في الاعراب هي يا اما نقولوا الرفع ولا النصب ولا الجر. اوجه التطابق في العدد يا اما مفرد مثنى او جمع. اوجه المطابقة في الجنس اما مذكر او مؤنث. واخيرا في التعريف والتنكير نشوفوا اشكال مذكره ام معرفه. جمله ثانيه تسهل لكم الفهم اكثر. مثلا عاد الفلاحون الناشطون الى حقولهم. مثلا هنايا الناشطون هي نعت لكلمة الفلاحون. أوجه المطابقة هي في الإعراب هي الرفع مرفوعة بالواو لأنه جمع مذكر سالم، رفع مرفوعة بالواو، مرفوعة بالواو. كان بعض الدروس يقولوا بالواو والنون لأنه جمع مذكر سالم، وكان يقولوا بالواو. الرفع هي هنا مرفوعة في حالة الرفع، هنا هذه نسموها الإعراب تاعها. اثنين في العدد، العدد هنايا عندنا يا إما مفرد يا إما مثنى يا إما جمع، هنا راهي في الجمع، الجمع. عندنا في الجنس، الجنس هنايا مذكر. عندنا التعريف والتنكير هنا معرف، التعريف راهي هنا معرفه بالالف واللام. اخر جمله نزيد نشوفوها، مثلا زرت مدينه، زرت مدينه، عفوا مدينه لانها مفعول به، مدينه بعيده. هنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، مدينة مفعول به، بعيدة راهي نعت توصف لنا كلمة مدينة. هنا أوجه المطابقة، عندنا راهي مفردة مؤنثة، هذه العدد، العدد راهي في المفرد، الجنس راهي مؤنث، تعريف التنكير راهي نكرة ما عندهاش ألف واللام، وراهي منصوبة، والنصب منصوبة، هذه الإعراب تاعها، الحالة تاعها تاع الإعراب هي النصب. هذا هو أوجه المطابقة. كي قلت أعطيني استخرج لي نعت وبين أوجه المطابقة مع المنعوت، نشوفوا العدد
اما مفرد او مثنى او جمع، نشوفوا الجنس يا اما مؤنث يا اما مذكر، نشوفوا النكره او معرفه، نكره ما عندهاش الف ولام ولا معرفه عندها الف ولام، واخيرا حاله الاعراب تاعها اسكو مرفوعه ولا منصوبه ولا مجروره. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الى الملتقى باذن الله.